مسلسل كوبرا للنجم محمد عادل إمام. مسلسل ألف ليلة وليلة وعدد حلقاته 15 حلقة، بطولة النجم ياسر جلال. مسلسل قصة المدينة، بطولة النجم أحمد أمين. مسلسل شغل فنادق للنجم عمرو يوسف وروبي، ومن إخراج وقصة وسيناريو محمد سامي. مسلسل جعفر العمدة 2، بطولة النجم محمد رمضان ونقبة خاصة مع النجوم. مسلسل تغيير جو الجزء الثاني، بطولة منى شلبي. مسلسلات بطولات نسائية، الفنانة روجينا في دراما رمضان 2024 ولن تستدل على هذا القرار.